السلام عليكم اخوان اخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى انكم كلكم التحقتوا بمرحلة ديال التكوين. وبالنسبة اللي ما التحقش بمرحلة ديال التكوين ان شاء الله راه غادي يلتحق. بالنسبة للتكوين وبالنسبة للاسئلة وبالنسبة لي دوكيمون، راني شرحت لكم كلشي في الفيديو اللي قبل هذا الفيديو هذا، ووضحت لكم جميع المسائل. وبالنسبة للناس اللي ما واضحاش لهم شي حوايج، راه كيصيفطوا ليا لي ميساج في انستغرام، راه كنتعاون معاهم حتى كيعمروا دوك لي دوكيمون ديالهم. يعني اغلبيه المشاكل اللي كتلقاوهم في لي دوكيمون، في دوك الوثائق اللي بيانات كما سموهم الناس اللي كيدوزوا التكوين. اذا بالنسبه للناس اللي دوزوا التكوين دابا، راه كيتسناو المرحله ما قبل التمويل. وبالنسبه للناس اللي مازال ما دوزوش التكوين، راه كيتسناو باش يدوزوا التكوين. اذا بلا ما تعصبوا، ما تقلقوش، مره تبقاو تسولوا في الدوسي ديالكم، بقاو تعيطوا ل 5544 باش تعرفوا الدوسي ديالكم فين وصل. وكذلك غادي تدخلوا للسيت فين تسجلتوا النهار الاول، غتشوفوا الستاتي ديال الدوسي ديالكم، شنو فيه، واش في لا ليست اون اتوند، واش اون تران دو تريتمون. المهم غتشوفوا شنو الحاله ديال البروجي ديالكم، ديال الدوسي ديالكم. حدا اليوم غادي نشرح لكم الوثائق اللي مطلوبه، او اللي طلبوها الناس ديال الفرصه نجمعوهم، او اللي مطلوبين منكم باش تجمعوهم باش تدوزوا للمرحله الاخيره اللي قبل التمويل. يعني حتى لهنا فاش كتجمعوا الاوراق، راه ماشي هي صافي راكم غتمولوا 100% اولا راه غادي تشدوا الفلوس 100%. لا، دابا حاليا كتوجدوا الوثائق ديالكم. يعني اللي خدام ماشي في صفه قانونيه، راه خاصو يدير صفه قانونيه، يعني يدير ريجستر كوميرس، مقاول ذاتي، شركه، يعني كل واحد واشنو مسلكو، علاش غادي يقد، اش من صيغه قانونيه علاش غادي يقد، او لا اش من صيغه قانونيه اللي مسلكه البروجي ديالو. كما قلت لكم قبل، انه هاد الاوراق هادو كتجمعوهم ما كيعنيش انكم راه صافي غتمولوا 100%. لا، يعني كتجمعوا الوثائق ديالكم، والناس ديال الفرصه، او الناس اللي كلفات فرصه، حيت ماشي الناس ديال الفرصه هما اللي غادي يقدوا معكم ديك البيزنس بلان او دراسه الجدوى. يعني واخا قدينا حنا دراسه الجدوى، واخا قديتوها في مرحله التكوين، غادي تعاودوا تقادوها ازيرو عاوتاني، وغادي يقادوا معكم واحد دراسه الجدوى اللي غادي تبقى معكم، يقدر نقول لكم طول العمر ديال داك البروجي. يعني ممكن الا ما تمولتوش من فرصه، يمكن تدفعوا بها مثلا مبادره، تقدروا تدفعوا بها شي تمويل جهوي، شي تمويل وطني، شي مثلا انطلاقة، برنامج انطلاقة، يمكن تدفعوا للبنكة، يعني تطلبوا قرض عادي بالفوائد. هادشي اللي كاين. اذا دابا غادي نكتشفوا الوراق اللي مطلوبين بالنسبه لثلاثه ديال الصيغ، ديال روجيستر كوميرس، وديال مقاول ذاتي، وديال صار ديال الشركه. بالنسبه للبيرسون فيزيك اللي هي روجيستر كوميرس كما كنقولوا ليه حنا، يعني عندكم واحد الدوموند، يعني واحد الطلب، وعندكم واحد لاتيستاسيون، يعني كما كنقولوا حنايا بالعربيه، واحد التصريح بالشرف، او التصريح بان هاد المعلومات اللي قدمته ولا اللي كتقدموا راه صحيحه 100%. يعني ماشي شي معلومات اللي مغلوطه او لا مزوره او لا. اذا بالنسبه للدوموند وبالنسبه للاتيستاسيون، الناس ديال الفرصه هما اللي كيحطوهم لكم في الجروبات ديالكم واتساب. كتاخذوا هذاك الدوكيمون وكتعمروا فيه السميه ديالكم والتاريخ، وكتامبريميوه في المكتبه اولا اللي عنده الامبريموت في الدار كيامبريميوه في الدار. يعني هذه امور عاديه معروفه. ومن بعد غادي تقاليزيوه في الجامعه اولا شي ملحقه اداريه اولا مقاطعه كما كنقولوا. من بعد غادي خصكم واحد النسخه ديال روجيستر كوميرس، نسخه ديال روجيستر كوميرس، وغادي ديروا ليها الكاليزاسيون ضروري. يعني من الاحسن جميع الوثائق ديالكم كاليزيوهم باش تبقاو هانيين، يعني ماشي حتى توصلوا عندهم تمايا
فين غتلاقاو معاهم، وفي الاخير يقول لكم لا خاصكم تقاليزي، وهذه وهذه خاصها تقاليزه، وهذه ما مقاليزياش. يعني ديهم مقاليزيين ما كاينش مشكل، الا كانوا مطلوبين مقاليزيين راه غادي راهم مقاليزيين، مطلوبين ماشي مقاليزيين. القاليزه سيوم ما كتشكل حتى شي حاجه، حتى شي خطوره، ولا كتشكل شي مشكل. اذا ريجستر كوميرس غديروا ليه الكوبي ديالو، غادي ديروا ليه الكاليزاسيون لاتيستاسيون دو ريب، يعني الريب ديالكم. يعني كنظن جميع دابا راه عنده الكونت في البنكه، يعني جميع البنكات غتمشيو للبنكه غتطلبوا ليهم، غتقول لهم بغينا الريب ديال الكونت ديالنا. يعني من طبيعه الحال غتمشيو للبنكه فين حليتوا الكونت ديالكم، ماشي اي بنكه غادي تعطيكم الريب. هادشي اللي كاين، يعني غادي خصكم الريف ديالكم كاشي. و بالنسبه اللي غادي يقول لي، بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي واش نسكريني وداك الريف اللي كيطلع لينا في الابليكاسيون ونخرجوه ورقه ونعطيه لهم، راه ما مقبولش خاصكم. اذا لاتيستاسيون دافيلياسيون، اللي ما فهمش هاد القضيه ديال لاتيستاسيون دافيلياسيون يصيفط لي ميساج غادي نشرح ليه مزيان، وغادي تخصكم الكونترا د باي. هاد بالنسبه لهاد النقطه، هادي الكونترا د باي، عقد الكراء او الوعد بالكراء بالنسبه للناس ديال الفرصه، كيأكدوا انه ضروري، من الاحسن انه تكون عندكم كونترا ديال عقد ديال الكراء، كونترا ديال الكراء او الوعد بالكراء. يعني مثلا كاين واحد المحل خاصكم كونطرا ديالو، او لا بغيتو تكريو واحد المحل كتشوفو مع مولاه كيصايب لكم واحد الوعد بالكراء، يعني راه وعدك انه غادي يكري لك. او لا كاين اللي الوالد ديالو ولا الوالده ديالو عاطيه الكراج، يعني شنو كدير معاه؟ كدير معاه مثلا كدير معاه عقد الكراء، واخا ما تخلصهمش مثلا العم ديالك، الوالده ديالك، الوالد ديالك، الاخ ديالك، واخا ما تخلصوش ماشي ضروري، المهم كتخص ديك الوثيقه بانك راك كاري المحل. وغادي يخصكم لي دوفي، الدوفيات كنتمنى انا بالنسبه للناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو هذا اللي غنشرح لكم فيه هذه المعلومات، كنتمنى انا هذه الوثائق هذو تجمعوها قبل ما يصيفطوا لكم، انه يقولوا لكم جمعوا هذه الوثائق من الاحسن، باش كتلقاو نتوما من الاوائل اللي جمعوا الوثائق ديالهم. وغادي تلقاو مشكل في الدوفيات، يعني راه عندكم دابا الوقت، راه عندكم الوقت انكم تفكروا منين غتجيبوا الدوفيات، غادي تقلبوا على شي فورنيسور. والحمد لله راه كلشي كاين في الفيسبوك حاليا، يعني مثلا نقولوا حنا بحال الناس مثلا بالنسبه للدومين ديالي انا، الناس ديال المطبعه والناس ديال المكتبه، الحمد لله راه كاين لي جروب، كاين لي جروب خاصين بهاد الناس هادو اللي كي يطبعوا، ولا اللي عندهم مطبعات، ولا اللي عندهم مكتبات. يعني اللي عنده شي مشكل، شي استفسار، شي حاجه، راه كيحطها في داك الجروب. كذلك غادي تدخلوا، غادي تحطوا واحد الستاتي تما، ولا واحد التدوينه تما، انا محتاج واحد الفورنيسور. صافي لي فورنيسور راه كيخليو ليك النوامر ديالك في لي كومونتير، نتا كتهز شي نمره اولا نتا هز النوامر ديالهم كاملين عيط عليهم. هادي زعما غير كنقرب ليكم بلا ما تبقاو تقلبوا هنا وتقلبوا ليه وتسولوا، هذا من الاحسن. الفيسبوك راه كيقرب ليكم الحمد لله كلشي حاليا، يعني حطوا غير واحد التدوينه ولا ستاتي كما كنقولوا، وراه غادي تلقاو الفورنيسور مع من غتعامل. اهم حاجه هما دوك الدوفيات راه بزاف الناس غيسمعوا الدوفيات غيقولوا وناري مين غنجيبوا الدوفيات، لا راه كلشي سهل الحمد لله، راه كلشي سهل، انسان غير يقلب يلقى. اعطيتكم هاد الدومين هذا، كاين دومينات اخرين مثلا الدومين ديال الفوتوغراف حتى هو راه عندهم لي جروب ديالهم خاصين. هادشي ديال ريستوراسيون مثلا، صحاب لي سناك، صحاب الماكله. اذا انا الاخوان حتى لهنا راه شرحت لكم بيرسون فيزيك. بالنسبه للبيرسون فيزيك راه ما كاينش فرق بينه وبين المقاول الذاتي، حاجه وحده اللي مبدله، عوض ما ديروا فوتوكوبي الروجستر كوميرس، ديك الورقه اللي كتعطيكم المحكمه،
راه كديروا الكوبي ديال لاكارت ديال مقاول داكشي، ديك لاكارت اللي بحال لاكارت بي في سي اللي بحال لاكارت ناسيونال، كديروا ليها الكوبي وكديروا ليها الكاليزاسيون حتى هي من الاحسن كاليزيوها. كما غنعاود نذكركم ضروري ديروا الكاليزاسيون باش تبقاو هانيين. دابا غادي نمشيو للسارل. السارل اللي هي شركة تقريبا حتى هي نفس الوثائق اللي مطلوبة، زايدة فيها حاجة وحدة اللي هي ستاتي ديال لونتربريز. هاد ستاتي هي اللي زايدة، وراه اي واحد عنده السارل راه كاين عنده هاد لو ستاتي هادي. اذا حتى لهنا غادي نكون سيريت معكم الوثائق. مازالين الوثائق ديال الكوبيراتيف، ولكن لقينا فيها مشاكل البارح اللي بدينا كنطرحوا بعض الاسئله على الناس ديال الفرصه، وكما جاوبوناش على شي اسئله اللي زعما اللي مقنعه. يعني مازال عاوتاني غادي يديروا اجتماع اليوم عاوتاني ان شاء الله، وغادي نعاودوا نسولوا. المهم انفو غادي توصلني المعلومه 100% راه غادي نعطيها لكم. ما بغيتش نعطيكم شي معلومه اللي انا ما واثقش منها ولا انا ما متمكنش منها. يعني ثلاثه اللي متمكن منهم انا بارطاجيتهم معكم. بالنسبه للكوبيراتيف اللي عنده كوبيراتيف وما عرفش الوثائق غير يتواصل معايا. المهم غادي نصيفط ليه الوثائق اللي مطلوبه، فهم شي حاجه في داك الشيء راه غيجمعها، ما فهمش غادي يخليه حتى نسولو مزيان باش غادي نعطيوه الفكره 100%. ومع ذلك حتى نتوما سولو واخا هكاك. حتى لهنا غادي نكون ساليت من الوثائق، وكنبغي نبشركم بواحد الخبر اللي زوين بزاف، اللي هو كاينه دفعه ثانيه ديال فرصه. راه اون فوا غادي تمولوا هاد الناس هادو دابا اللي كاينين اللي كيدوزوا، اون فوا غادي تمولوا راه غادي تطلق عاوتاني المرحله الثانيه ديال الانسكريبسيون ديال التسجيل، باش الناس اللي ما تمكنوش يتسجلوا اولا الناس اللي ما تمكنوش يكملوا التكوين اولا يكملوا حتى التمويل، راه عندهم الحق عاوتاني انهم يعاودوا يتسجلوا. اون فوا تسمعوا راه صافي بداو الناس كيتمولوا، عرفوا بانه راه قريب غادي يتحل الانسكريبسيون عاوتاني. وان شاء الله ملي يقرب الانسكريبسيون يتحل راه غادي نشرحوا كيفاش غديروا الانسكريبسيون. وانتم راه خديتوا بالنسبه للناس اللي مازال ما تسجلوش اولا مازال ما دوزوش هذا الشيء، انتم راكم خديتوا دابا واحد التجربه وعرفتوا كيفاش كدوز الفورماسيون، وحتى حنا خدينا تجربه وعرفنا كيفاش كندوزوا فورماسيون. وفين ما كان شي جديد ان شاء الله راه غادي نخليه لكم هنايا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش غتصايبوا المقاول الذاتي والمشاكل ديال المقاول الذاتي، حيت كاين بعض الناس ما كيتقبلوش ليهم الدواسه ديالهم، وغادي نشرح لكم كيفاش غادي تصايبوا ريجستر كوميرس. ريجستر كوميرس بالنسبه ليا من اسهل الصياغ القانونيه، يعني اللي زربان على شي صيغه قانونيه ريجستر كوميرس هو اللي غينفعو. يعني 3 ايام 4 ايام تقدروا تاخذوا ريجستر كوميرس ديالكم وغتخدموا قانونيا. اذا حتى لهنا غادي نكون ساليت معكم الفيديو ديال الوثائق، وغادي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. اللي ما فهمش شي حاجه يخلي ليا كومونتير.